لماذا تعتقد زوجتي أنني أحمق؟ متلازمة النجاح في العمل والفشل في المنزل. تأليف مايك غرينبيرغ. سوف تتعلم في هذا الكتاب كيف يمكن أن تتألق في عملك وتكون في الوقت نفسه أباً رائعاً وزوجاً محباً. أنت شخص ناجح في عملك، هذا رائع، لكن هل تنهار ثقتك بنفسك بمجرد دخولك المنزل؟ أيصدمك انعكاس صورتك في عيني زوجتك؟ فترى نفسك رجلاً أحمق عديم الحيلة، غير قادر على تفهم مشاعرها ومنحها الحنان والحب اللازم. يقدم هذا الكتاب حلولاً للمواقف التي تحرج معظم الناجحين مهنياً في مواجهة أبسط متطلبات الحياة العاطفية والأسرية. لماذا تعتقد زوجتي أنني أحمق؟ دليل رائع يساعدك على إجراء تغيير جذري في حياتك الخاصة. هذا الكتاب متوافر في جميع فروع العبيكان وموزعيها في المملكة والعالم العربي. كتب مميزة. كتاب لماذا تعتقد زوجتي أنني أحمق؟ العبيكان للنشر، نلهم المعرفة.